مغامرة النهاردة؟ إن شاء الله. أوكي. طيب بما إن مغامرتنا محتاجة قلب جامد جدا وعشان نبدأها محتاجينك تاخدي تأشيرة المغامر، فهنسألك شوية أسئلة عشان نشوف أنت قد ختم المغامر والمغامرة كلها ولا لأ. أوكي. جاهزة؟ إن شاء الله. أوكي، أنت تقريبا بتسافري كتير، سافرتي كام بلد لحد دلوقتي؟ إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، جنوب أفريقيا، زنزبار، كينيا. 19. كل مره بتسافري بيكون عندك مغامره ولا مش شرط؟ معظم الاوقات بيبقى عندي مغامره، ببقى دايما يعني ببقى بمشي، لان انا ببقى شخصيه راندم كده، ما بخططش قوي، فدايما ببقى رايحه بنيه ان يعني بلدي تفاجئني بالحلو اللي فيها. يوم 28 فبراير اللي فات كنت منزله صوره في الاهرامات وكاتبه عليها at worst for a day. فاكره تفاصيل اليوم ده؟ انا اليوم ده تقريبا دي كانت اخر مره رحت فيها الاهرامات. كانت انا رحت كذا مره الاهرامات، بس كان ليا صديق من الشغل جه مصر، فانا رحت انا وصديقه تانية، فسحناه بقى يشوف الاهرامات ويتفرج على الحاجات الحلوه اللي عندنا. طب ده كان اقتراحك ولا هو قالك سلمى انا عايز اروح؟ بص اقول لك على حاجه، انا عامله نظام لاي حد بيجي سايح في مصر ناخد القاهره يومين او ثلاثه نفرجوا على الاهرامات، وبعد كده نروح مصر القديمه لاني بحبها جدا ومش كل الناس تعرفها. الحسين لو حب يروح الحسين، فانا مقسماها كده للسياح كل حاجه حسب انت عايز تعمل ايه وانا هقول لك انت تعمل ايه. اكتر حاجه بتفكري فيها وانت بتعملي مغامره؟ لا تقريبا ما بفكرش. يعني فكره ان انا رايحه اعمل حاجه زي بانج جامبنج او سكاي دايفنج ما فيهاش تفكير، على قد ما الادرينالين بتاعك هو اللي محركك. يعني فكره ان انت هتنط من مكان عالي، انت دماغك ما فيهاش حاجه، هتعمل ايه بكره او مش هتعمل ايه بكره مش موجود، هتاكل ايه النهارده مش هتاكل ايه النهارده، او عندك مشاكل ايه، كلها بتتمحي من دماغك، انت مش بتفكر في حاجه غير ان انت داخل على حاجه زي ما قلت لك الادرينالين هو اللي بيحركك فيها اكتر. احنا دلوقتي خلصنا اسئله، دلوقتي أوكي. هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامره بالفي ار تيست ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي. جاهزه؟ ان شاء الله. يلا بينا. انا كده اروح التشيك بوينت صح؟ اوكي، بعد ما اروح التشيك بوينت محتاجه ضبط زوايا. بس ده بقى حته خطر خالص. اوكي انا خلصت يا جماعه، خلاص اوفر. انت 91% مغامره، وده هيديكي لقب مغامره مشتهله خالص. طب كويس. فانت دلوقتي جاهزه لتاشيره المغامره، وخدي باسبورك وسلمي هناك. يلا بينا. قبل ما تمشي بس عايزين تسجلي فويس نوت، الفويس نوت دي هنسمعها اول ما تنزلي، تمام؟ اوكي. يلا بينا. ماشي. قول ايه بقى؟ هاي ماما، عامله ايه؟ سلمى، قبل ما ننطلق على المغامره بتاعتنا، عايز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاكي دلوقتي عشان يعيش معاكي مغامره؟ ممكن اختي واخويا. اظن مامتي تحب ان هي تبقى معايا، بس ممكن تخاف، يعني مش عارفه، هي بتخاف من الملاهي اساسا. طيب هقول لك على حاجه لذيذه قوي دلوقتي، كلميهم فيديو كول وعايشيهم معانا في المغامره. اوكي. هاي. انا رايحه اعمل سكاي دايفنج دلوقتي، وكانوا بيسالوني مين تحبيه كان يبقى معاكي، فقلت لهم زياد ونوره وماما، بس انا اظن ماما هتخاف تعملها. انت نوره تعمليها؟ هو ايه اللي تحفه انت تعمليها؟ انت لا يا ماما وخالته. انا هتفرج عليكم. وخالته؟ انا هتفرج عليكم بس، ما عملتش انا الحاجات دي. خالته؟ ممكن. انا بحب. يا سلام، كنتش متوقعه بصراحه. عادي اصلا بتستخدمي اوبشن اير بلاين مود دوت بره الطياره؟ تقفلي موبايلك عشان ما حدش يكلمك؟ لا مش بعمل كده. بجد؟ ما بتفصليش ازاي؟ عايز ما بردش اصلا. صباح الفل.
تروحش. اوكي اطول عدد ساعات نمتيها كانوا كام؟ لا عادي انا بنام بال 12 ولا 14 ساعه. 14 ساعه اوكي. لما بتعيم ازمة عاطفية بتقصي شعرك ولا بتصبغيه؟ لا عمري ما سبقت بس ممكن اكون قصيت. سؤال سريع جدا، السؤال ده هساله لك لو جاوبتيه 3 ثواني مش هنزلك. اوكي. فيلمين حلوين جدا معروضين عليكي، واحد مع احمد مالك والتاني مع خالد انور، المفروض تختاري فيلم واحد بس، تختاري مين؟ اوكي طب استنى الثلاث ثواني خلصوا فاشوفك بقى ان شاء الله على خير. سلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا سلمى. يلا قولي لي عيد ميلاد ناديه بنت اختك انت. عيد ميلاد ناديه بنت اختي. يا لهوي ده سؤال صعب قوي. فكري بسرعه. هي شهر 9 19 9 او 18 9 19 9. برافو احنا كنا عارفين التاريخ. وانت تعرفي كنت بتفكري في ايه؟ ما فكرتش في حاجه، كنت مستمتعه بالمنظر من فوق. كان شاغل تفكيرك تخلصي امتى ولا كنت لا انا كنت بقول لها عايزه اطلع تاني واعمل كده، يعني كل فتره اعمل كده ان المنظر فوق بتشوف كل المنظر ده من فوق باكمله والهواء نقي بشكل مش عادي. طيب قولي رساله بسرعه لاي حد من صحابك يجرب سكاي دايفنج هنا في شلالات الفيوم. يا جماعه لازم تجربوا سكاي دايفنج. كل واي حد يفكر يطلع من صحابي خدوني معاكم عشان عايزه اعمل كده تاني. نجوم السماء.
عامل ايه؟ نزلتي من السما وانت نجمه منوره. ميرسي. ويلكم بيكي على الارض. ميرسي. قولي لي حسيتي بيه فوق كده اول ما نزلتي شفتي الشلالات شفتيها ازاي؟ المنظر من فوق كان حلو قوي 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 بصراحه، شايف كل حاجه كده، كل حاجه صغيره، احساس كان حلو، الهواء كان نظيف. طيب ممكن قبل ما اكمل معاكي الحوار اعرف بعتي لمين فويس نوت وقلت له ايه؟ بعتي لمامتي. قلت لها ايه؟ ممكن اسمعك. عامله ايه؟ انا رايحه النهارده اعمل سكاي دايفنج تاني، ادعي لي ان انا اتبسط، وبحبك قوي 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 يعني اعيا اتصاب كده يعني. طب ايه زي اي ام يعني. ايه اللي حذرتك منه؟ قالت لك سلمى خلي بالك من ده وفعلا اتحقق وقلت انا ما سمعتش كلامها؟ لا عارف. لما بتعمل كده بسمع كلامها بصراحه على طول. ودايما بتقول لها انا كنت قايله لها النهارده انك جايه تعملي سكاي دايفنج. وكانت قشطه موافقه. عملته قبل كده فتمام. فهي واخده على المغامره. مغامره فعلا. بفاجئها كتير. المكان النهارده اتفاجئتي بحاجه فيه؟ انا اول مره اجي هنا، فالبحيره حلوه قوي 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 بصراحه، وشكلها هادي وشكلها فظيع من فوق، والشلال اول مره اشوفه بصراحه. طب عارفه انواع السمك اللي ممكن تعدي من هنا كام نوع سمك؟ اطلع في العالي ولا يعني ايه؟ 150 نوع. هو بيعدي منها لكن ما بيعيش فيها لانه كان ممكن يموت. ليه بقى؟ عشان الميه بتاعته مش ملائمه ليه، فبيهاجر من البحيره لمكان ثاني. اوكي.